ملف ماهوش معضلة، ماهوش حاجة معناها إعجازية ولا تعجيزية، فقط هو استعملوه المسؤولين لأغراض سياسية خليني نقول، وفما عدم جدية في الحكومات اللي تعاقبت على الملف هذا الكل، لي معناها ما عندهمش يعني طريقة جدية للتعامل معه. الحقيقة بعد عديد الصولات والجولات طيلت معناها 14 سنة عديناها، تحصلنا الحمد لله على اتفاق بتاريخ 20 أكتوبر 2020 ممضى ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة في عهد المشيشي. ينص الاتفاق هذاك على تقسيم 31 ألف عامل كما صرفوا بهما، نقولها بين قوسين لأنه العدد مضخم الحقيقة، والعدد نتاع المباشرين الفعليين في المؤسسات ما يتجاوزش الوحدة، ما يوصلش ل 31 ألف. باه نمشي، قسمهم على 31 ألف على 5 دفعات باعتبار 6000 في كل دفعة، وباعتبار كل عام تكون فما دفعة بداية من سنة 2021. لكن نظرا للأحداث الاستثنائية اللي تعدت بها البلاد سنة 2021 وبعد 25 جويلية صار شوية تأخير، لأنه تعطل السير العام في رئاسة الحكومة، صار شوية تأخير، وهذاك قبلناه بكل صدر رحب مستبشرين بالحكومات الجديدة، وقلنا هذه باش تكون حكومة باش تقطع مع الماضي اللي عشناه ومع المعاناة اللي عشناها. لكن ما رعنا إلا أن إلى حد الآن 2024 بعد 4 سنين من إمضاء الاتفاق وبعد 3 سنين من 25 جويلية ما زلنا قدام نفس الممارسات وقدام نفس السياسة اللي تنتهج فيها الحكومات الكل. اليوم احنا 2024 كان من المفروض أنه يكون موعد الدفعة الرابعة حسب الأوامر الترتيبية وحسب نص الاتفاق. جست باش نصلح معلومة صغيرة قليلة، أنه نص الاتفاق ينص على تسوية وضعياتهم المهنية عن طريق إدماجهم في الوزارات، ما فماش صك مغادرة، ما فماش صك مغادرة اختياري معناها للفئة هذية سولون الأوامر الترتيبية. به بدأت إجراءات الدفعة الأولى سنة 2022 في جوان 2022. كان من المفروض أنه جوان في سنة 2022 تنتهي جميع إجراءات الدفعة الأولى، لكن ما رأنا إلا لليوم وإحنا مازلنا فما مئات من الدفعة الأولى مازالوا إلى اليوم ما باشروش العمل متاعهم، معظمهم في وزارة الفلاحة. والأسباب بطبيعة رانا نجهلوها. يخدموا كيفاش حتى... مدام هبة الله سعدي معناها كيفاش يخدموا؟ خلال عقود في وزارة الفلاحة من خلال شنو معناها؟ لا بشنو نفهمك الطريقة بالضبط كيفاش صار. هو احنا مقسمين حظائر فلاحية وحظائر جهوية. حظائر فلاحية تابعين المندوبيات نتاع الفلاحة، وراو فيهم مش فقط معناها اللي يخدموا في الغابات ولا في كذا، راو فيهم معناها عنا اصحاب شهائد عليا يخدموا حتى في مراكز البحوث ويخدموا في الادارات نتاع وزارة الفلاحة، وماخدين دي بوست كلي معناها ويتسموا عمل حظائر. عمل حظائر فينا حتى الباك بلوس 6 باك بلوس 7، فما شكون حتى عنده الدكتوراه كسوا في الجهويه ولا في الفلاحيه. علاش تسموا عمل حظائر؟ لانه دخلنا على على الاليه نتاع الحظائر، دخلنا فيها 2011 وقتها صار معناها الحبوب المسكنه هذيك باش يسكتوا بها الناس اللي خرجت الطالب بالتشغيل. كي دخلنا في الوقت هذاك كانت الوعود على اساس انه فقط تتعدى البلاد بالمرحله نتاع الثوره 6 شهور عام زمان وتترسم يعني خلينا نفهم شويه العقد سيده هبه الله سعدي، عقد ازداء خدمات، شنو العقد اللي يربط الناس هذوما مثلا بالمندوبيات الجهويه؟ ما حتى عقد ما حتى عقد تدخل تخدم عن طريق الولايه. يعني القائد المباشر نتاعك هو الوالي، الوالي يعمل لك افكتاسيون للمعتمديات، يبعث العمال للمعتمديات، والمعتمد من بعد يعمل افكتاسيون للمؤسسات اللي تابعين المعتمديه هذيك. يعني انت كي تخدم ما ثم حتى شيء يثبت انك تخدم مع الجهه هذيك الا فقطك الليست اللي بعثها الوالي. فوالا، والا عندنا الروسو اللي نخلصوا به، هذاك الحاجه الوحيده اللي تثبت اللي احنا نخدموا على منظومه الحظائر. حتى تمشي باش تطالب بشهاده عمل كسوسوا من عند المعتمد ولا الوالي والا مدير المؤسسه نتاعك ما يعطيكش.
فقط معناها باستثناء بعض الحالات اللي معناها بالحق معناها ساعات راه تلقى مسؤول يتعامل معك بنزاهه. نقدم لك شويه، احنا حظائر فلاحيه وحظائر جهويه، الاتفاق شمل الزوز، الحظائر اللي يخدموا في التابعين وزاره الفلاحه، كما قلت لك تابعين وزاره الفلاحه راه فيهم شكون في الادارات في مراكز البحوث، وفيهم شكون يخدم البرا في الغابات ولا في حراسه السدود وكذا. كيف كيف الحظائر الجهويه احنا نخدموا في جميع وزارات الدوله ما عدا وزاره الدفاع، نخدموا في الادارات، يعني كي تدخل اداره ما تنجمش تفرق شكون عامل حظيره وشكون مترسب، لان نخدموا في نفس البوست في نفس المهام، فقط المترسم عنده حقوق وعامل الحظائر مطالب فقط بالواجبات ما عندوش حقوق. الاخلاص كيف كيف؟ لا بيان سور، لا عمل الحظائر ديرنييرمون يعني شهر جوان هذا اللي تعدى ولينا نخلصوا 450 دينار، لكن اول ما بدينا كنا نخلصوا 230 وبعد 250 وبعد بفضل الاتحاد العام التونسي للشغل صارت معناها زيادات وصار معناها ترفيعنا للزياده نتاعنا، وصار اتفاق ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 2016 بمعناها إلزام الحكومة بالتغطية الاجتماعية والصحية للفئة هذه. تخلص 400 قديش تقريبا؟ 450 دينار حاليا. اي معناها عندك شهادة ما عندكش، عندك ماستير ما عندكش، ما عندكش كيف كيف عمال حظائر، كيف المستوى الابتدائي كيف الشهائد العليا كيف كيف، الناس كل كيف كيف تخلص 450 دينار. وساعات ساعات تلقى مدير بتاع مؤسسة يفرض على معناها صاحب شهادة انه يخدم في تنظيف ولا في بوست ما تتمشيش مع المستوى التعليمي نتاعو. صار الاتفاق كما قلت لك نتاع 2016 بمعناها الزام الحكومه بمعناها مستحقاتنا من التغطيه الصحيه والاجتماعيه، لكن لليوم معناها لليوم نحكي في 2024 لليوم كي تهز الكارني نتاعك هذاك من الكلام اللي انت عندك كارني من الكلام تمشي باش تداوي به يقول لك راهو عباره حبر على ورق، هذه عباره كارتون ما فيها حتى شيء، ما تنجم تتمتع بها بحتى شيء الا انك تخلصك ال 15% ولا ال 4500 جو كخوا تسجيل، لا تنجم تعمل تحليل، لا تنجم تعمل عمليه، لا تنجم تعدي، لا تنجم تاخذ بها دواء، ما تنجم تعمل بها حتى شيء، يعني عباره حبر على ورق، يعني في الظاهر فما تغطيه صحيه واجتماعيه للاعلام وللعموم، لكن في الحقيقه ما فما حتى ما فما حتى معناها حتى تغطيه ولا حقوق. هبه الله السعدي المنسقه الوطنيه لعمال الحظائر، قلتوا انتم ماشيين في التصعيد، البارح رئيس الجمهوريه استقبل رئيس الحكومه حكى على تسويه وضعيه عمال الحظائر، ثم متابعه لكم انتم للنقطه هذه ولا مواصلين في احتجاجكم؟ شوف شاكر، هو راهو احنا رئيس الجمهوريه مش مره ومش اثنين ومش في خطاب ومش في اثنين ومش في ثلاثه اعطى اوامر لانهاء العمل بجميع اشكال تشغيل هش وبالخصوص ملف عمال الحظائر، لانه يختلف شويه على بقيه الملفات، لانه عندنا اتفاق وعندنا اوامر ترتيبيه وعندنا ميزانيات مرصوده معناها للدفعات نتاعنا خاصه الثلاثه دفعات الاولانيين ديجا فما ميزانيات مرصودة، لكن رغم الخطابات ورغم الأوامر إلا وكأنه ما فماش انسجام ما بين رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية الملف وبين رئاسة الجمهورية. الأوامر موجودة من طرف رئاسة الجمهورية، فما تعاطي فما تعامل إيجابي مع الملف، فما أوامر، لكن التفعيل متاع الأوامر هذه ما هوش موجود وما شفناهش من 2023 ونحن في نفس معناها في نفس الوضعية من 2023 وإحنا نتوجه لقصر الرئاسة وصلنا حتى آخر مرة كان تحرك قدام المسرح البلدي خرجنا فيه إلى قصر الرئاسة في جان في 2024 وكتبنا مطلب لرئاسة الجمهورية حددنا فيه جميع إشكاليات اللي نتعرضوا لها وخاصة في علاقة بالتعطيل بالمسؤولين اللي قاعدين يعطلوا في التسوية وتحركتكم المطروحة. هبة الله سعدي، آخر سؤال نفيو به، تحركاتنا المطروحة كما قلنا في البيان أنه احنا باش نعطيه مهلة بعد التحركات الجهوية والمحلية اللي عملناها، باش نعطيه مهلة صغيرة إذا كان ما صارش حتى تفاعل جدي ورسمي
فعلي فعلي جدي بيان فعلي ما هوش تصريحات وإلا أوامر هكاكة. أكيد باش نرجعوا للعودة للميدان وباش يكون عنا تحرك وطني كبير إن شاء الله خلال شهر سبتمبر. ما زلنا ما علمناش على التاريخ نتاعو سوا كما قلت لك في انتظار معناها شنو التفاعل مع التحركات الجهوية اللي عملناها البارح. فقط أنه جست نحب ننوه أنه البارح بعد التحرك الجهوي عملنا جلسة في وزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تفعيل معناها صرف من المفعول الرجعي وتم إرساله مراكز البريد وإن شاء الله بشي تصرف في بداية الأسبوع القادم. نشكرك برشا يا بطلة السعدي. هي اللي ما زالت عالقة وهذيك أهم المطالب نتاعنا هو التسريع في الدفعات وإنهاء الملف في 2025. نشكرك برشا يا بطلة السعدي. إن شاء الله الملف يتحل، نقعدوا في المتابعة. منسق الوطني لعمال الحضارة.